بس معانا تليفون. الو الو، الو، مساء الخير غاده. مساء الخير، اهلا، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي ممكن اكلم الدكتوره منى؟ ايوه معاكي يا استاذه غاده. مساء الخير. الو، ازيك يا دكتور؟ مساء اهلا الخير، وسهلا، ازي حضرتك؟ عامله اهلا ايه؟ بيكي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا كان عندي بس كده شكوى عايزه استفسر من حضرتك فيها، يعني اتفضلي بس انا تكون عندي سمع واتزان، ما تكونش انف واذن. لا اكيد ان شاء الله. انا عندي بنتي كده بناتي عليها كتير، يعني لاحظتها كذا، يعني على مدار ايام كتيره كده مش بتسمعني على طول، يعني مش بناتي عليها بترد عليكي بسرعة؟ مش كنا بترد. لسه بنتكلم في الموضوع طب ده. انت حاسه ان هي متجاهلاكي، يعني قصده يعني فاهمه، ولا ده بجد؟ يعني ايه اللي انت حاساه؟ لا، مش حاساها متجاهله ولا حاجه، يعني بلاحظ كده كتير، يعني اكتر من مره، هل يعني حضرتك اللي بتلاحظي ده بس، ولا في اشخاص تانيين بيلاحظوا ده؟ يعني باباها، ناس غريبة في المدرسة، قرايبها، جيرانها، اصحابها؟ هو انا ما حدش طبعا يعني لاحظ الموضوع ده تقريبا، بس يعني انا لاحظته اكتر من مره. ولما يعني جرس الباب بيرن، التليفون بيرن، بتستجيب بسرعة ولا لا برضو؟ برضه، ما انا عشان كده اخدت بالي، مش انا بس، يعني حاجات كده في البيت مثلا تحصل بتاع، الاقي برضه ما فيش، هل يعني عندها صغيره خدت بوادر بالها. برد او اعراض برد، كحة، عطس، سخونية؟ لا ما فيش اي حاجه. طيب انتي ممكن يعني تبدأي تركزي معاها مع الغرب. يعني انتي برضو بالنسبة لها حيالله ماما، بس احنا عايزين نركز في نقطة انه البنت ما تعرفش تمثل انها مش سامعاكي. يعني حضرتك الاطفال ما بيكدبوش، ما يكدبوش، يعني لازم نجلكت حكاية قصة ان احنا اوكي. يعني ما نقولش ان هي بتكدب وانها بتطنش، ولا طبعا احنا ناخد بالنا ونركز مع البنت ان هي ما بتستجيبش لمامتها بسرعة ولا للاشخاص الاخرين. يعني برضو دي حاله من الحالات اللي بتجيلي كتير جدا من الاطفال والامهات. البنت جات لي بمامتها، وكل ما اكلمها او اسالها أو بترد عليها على طول، فمامتها قاعده بتقولي اصل هي مش بتسمعني، اصلها مش بترد عليا بسرعه، اصلها. طب خدتي بالك وانا بكلمها بتون واطيه، قليله، ضعيفه، هي بترد عليا ومن اول مره؟ ولو انا سالتها سؤال طويل او هي ما فهمتوش تقول لي ايه؟ ايه للاطفال مش معناه ان هم مش سامعين. ايه دي ممكن تكون علامه انها عايزه تشغل دماغها تفكر في الاجابه، فهي تقول لك ايه عشان تفكر في الاجابه عقبال ما تحضر اجابتها. بنشكرك طبعا بالتاكيد، ويعني اتصالك، يعني انا شايفه ان السؤال ده مهم جدا، واتصالك مهم جدا معانا لانها بالتاكيد. ذكرت انها بتشرب نسكافيه كتير في اليوم، فده ممكن طبعا الكافيين بيحبس ميه ما في انا الجسم. عشان كده قلت بقى ان ده مهم، ليه كلنا بنعمل ده يعني ايوه يوميا، وفي ناس بالخمس مثلا مجات قهوه في اليوم تو ماتش تو ماتش. نسكافيه، ده فعلا يا دكتور خطر؟ طبعا. بصي حضرتك، احنا ما بننامش كويس وما بناكلش كويس وما بناكلش صحي، وبالتالي انت بتضغطي، بتعملي بريشر على جسمك انك عايزه تفوقي ومخك يفوق، فتشربي نسكافيه فاكره ان ده هيصحصحك. هو هيصحصحك بس هو ممكن يبقى له اثار جانبيه تانية وانت مش واخده بالك. فالافضل طبعا اي شيء بيزيد عن حده بينقلب لضده، بالتأكيد. والاذن بالذات، يعني حاسه السمع والاتزان بتتاثر بالاكل والشرب بتاعنا بصوره يوميه. يعني هي كلامها وشكوتها بصوره يوميه. انا نسيت اسالها لو هي عندها مشكله في فقرات رقبتها برضو، لان احنا طول الوقت بنتكلم وبنتحرك وما بنقعدش 90 درجه، صح؟ فوارد ان انا يكون بحاول اعودها هنا بس كده، عارفه اللي هو يعني، ولكن فعلا احنا دايما بنقعد اللي لا هو لا، يعني مستحيل ان ممكن حد يكون يقعد من صح طول الوقت، القعدات فعلا، فاحنا بنتحرك ممكن. خصوصا التليفون، لما بتيجي النظره تردي ليه. ما بتردش كده، بتردي صح، كده طب بنفتح السبيكر كمان وبنرد كده. وبرده بتوطي راسك. صح، فممكن يكون عندها مشاكل في فقرات رقبتها تؤدي الى دوخه او عدم اتزان. ولكن النسكافيه انا انصحها انها تبطل النسكافيه، تبطله اسبوع، يعني ممكن نقول مج واحد في اليوم بدل 5 6 مرات لو هي بتشرب كتير، ونشوف الفرق. والاكل برضو، نوعيه الاكل، الموالح والاملاح والبقوليات والحاجات اللي ممكن تحبس ميه في الجسم، لا نقللها كتير، وان شاء الله هتلاقي فرق. لو ما لقيتش بقى فرق تجيلي عشان اكشف لها على السمع، وطبعا كشفها مجانا. عشان كده انا ونشوف عايزه نقول المبادره مره تانية، ايوه الناس اللي لسه يعني
اهلا وسهلا بالسادة المشاهدي برنامج الطبيب قناة المحور، اهلا وسهلا بكم في عيادتي الخاصة. كشف مجاني والاختبارات مجانية، ويعني حتى لو حد له قريب وهو اللي بيتفرج على البرنامج الطبيب والتاني لا يشرفنا برضو. هو اي حد يا جماعه يروح يقول لها كلمه السر برنامج الطبيب او الطبيب، خلاص الموضوع انتهى وقناه المحور بالتاكيد.